ده المؤتمر الثاني اللي بنتعاون فيه مع هيئة الرقابة الإدارية، وبنتعاون فيه مع التنظيم والإدارة، وبنتعاون فيه مع مؤسسات أخرى وخبراء وجامعات، اللي بيها إن إحنا إزاي نعد بيئة العمل الداخلي والهيكل التنظيمي الداخلي والإدارة المسؤولة أو الإدارات المسؤولة على استعداد للرقابة على كل ما نمتلك في الديوان والمديريات الداخلي والخارجي، لرقابة وعمل أداء مرتبط بالنزاهة والشفافية عشان نقدر نحقق مستهدفاتنا. وده يتأتى من إيجاد نظم الإدارة الرشيدة وسياسات والإجراءات المتبعة، وكذلك التدريب لتطوير القدرات، وحتى حافز التمييز. النهارده في 3 مديريات، يعني النهارده مع الاداره الحوكمه والاداره الداخليه يمكن حفزناهم وكرمناهم بالترتيب: البحيره، مديريه الشباب والرياضه بالبحيره، محافظه البحيره، ثم مديريه الشباب والرياضه ببني السويف، ثم مديريه الشباب والرياضه بالانتقاليه، علشان ندي ده عن كثب لباقي المديريات للعمل فيها. يعني الهدف من الملتقى هو دعم مبادئ الحوكمة الشفافية والنزاهة وترسيخ هذه المبادئ في قواعد العمل ورفع كفاءة العاملين بوحدات المراجعة سواء في الوزارة أو في المديريات. معنا كوكبة من الخبراء من هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعهد القومي للتخطيط، ووزارة المالية. بنناقش على مدار 3 أيام موضوعات ذات الصلة بالحوكمة: حوكمة الجهاز الإداري في الدولة، الحوكمة الرقمية، المحاسبة الحكومية، موضوعات هامة ليها هدف في تدعيم مبادئ الحوكمة بالوزارة.